سأله الأشعث بن قيس اللي يعبر عنه أنا رأس هرم النفاق. الأشعث بن قيس سأل أمير المؤمنين عليا عليه السلام، قال هذه القضية التي جرت لماذا لم تسل سيفك وتأخذ بحقك؟ رواية كرغة الطريحي أعلى الله مقامه، طريح عنده كتاب مهم قرؤوه إذا حصلتموه، مو الفقري غير الفقري، أنا علي بن أبي طالب عليه السلام أنا لهذه اللحظة لم أعثر إلا عنده يعني، وهو للتو طبع هذا الكتاب تحقيقا زين. أما غيره الرواية تقول هكذا قال: ولي في ستة من الأنبياء سنة. رواية الطريحي في سبعة من الأنبياء. فيقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنا عندي أسوة في ستة من الأنبياء، رواية سبعة اللي هي يوسف. أول سنة من نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هل جرى ما جرى على نوح جرى على علي عليه السلام أو لا؟ والوصي أعذر، يعني إذا كان النبي نوح معذور وهو في مقام النبوة فالوصي أعذر من النبي، هذا أول واحد. ثاني واحد: لوط، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النبي قال علي عليه السلام، قال له يا أمير المؤمنين: إذا وجدت أنصارا قاتلهم، إذا لم تجد أنصار اصبر. ما وجد أمير المؤمنين أنصار، مر على المهاجرين، مر على الأنصار، عمك أصمخ ما حد يمك، أربعة أشخاص: أبو ذر وسلمان والمقداد وعمار. وذني الأربعة عندهم تمايز، عندهم تمايز. سلمان قال أفي عنده الاسم الأعظم ويقاد، شوف سلمان هذا انتبه يقول في نفسه أمير المؤمنين عند اسم الأعظم ويقاد، تفت إليه أمير وهو مقاد قال هذا من ذاك، أدري لي التفصيل. أبو ذر، عمار، الوحيد فقط المقداد. المقداد وما أدراك ما المقداد، هذا لم يحص ولا ثانية واحدة. أربعة أشخاص زين، أربعة أشخاص إذا سل السيف أمير المؤمنين يعني المدينة المنورة راح تتحول إلى محيطات من الدماء ولا يوجد مسلم على وجه الأرض. شو رأيك؟ شجع أنت علي بن أبي طالب يقوم بهذا الدور، يعني راح يصير الطاولة تنعكس بعدين بالتاريخ، يقولوا اللي قتل المسلمين من هو؟ علي بن أبي طالب، واللي سفك الدماء في المدينة من هو؟ علي. ولذلك يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطفقت أن أرتئي وأن أصول بيد جذاء، يعني مقطوعة، وأصبر على طقية عمياء، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نغبة، إلى آخر خطبة الشقشقية. فلا بد أن يصبر، هو بين خيارين: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا اثنين من الأنبياء، ودائما أمير المؤمنين يكرر: والوصي أعذر، فإن قلتم أنه كذا كذا فكذا. زين، النبي الثالث، النبي الثالث وهو إبراهيم الخليل، وأعتزلكم. زين، ليش قال أعتزلكم؟ ليش المفروض يصير وياهم، ليش يعتزلهم؟ لأنهم يدعون إلى غير الله تبارك وتعالى، وهو يدعو إلى من؟ إلى الله. اعتزلهم وراح. إبراهيم الخليل هذا البطل ليش اعتزلهم؟ ثلاثة: النبي الرابع وهو موسى، ففررت منكم لما خفتكم. فررت غير فررت، تقرأ أنت في سورة الجمعة بالكسر، هنا بالفتح. ففررت منكم ليش؟ لما خفتكم. ليش فر هو؟ نبي هذا كبير عظيم،
يفر؟ معقولة يفر؟ ها؟ هذه كلكم الليلة قرأوها، الوقت يجري، أنتوا قرأوا كتب التفسير عن أهل البيت، شو المقصود بهذا الكلام؟ ليش نبي الله موسى فر؟ وليش قال خفت؟ هناك ما عندك إشكال على هذا النبي العظيم كليم الله، وعندك إشكال على المولى أمير المؤمنين. هناك الباء تجر، هنا الباء لا تجر، الكلام هو الكلام، هذا كلام علي أمير المؤمنين علي عليه السلام. زين، نجي إلى هارون. هارون سبحان الله حديث المنزلة هذا يستدعي محاضرات كثر. ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. لو سألت الشباب كلهم الليلة، كلهم جالسين الآن، هذا الحديث وين ورد؟ جابوني بسرعة، جابوني بسرعة، اللي يعرف يجاوب. تبوك، هذا الحديث قبل تبوك بعشرات السنين، قاله رسول الله منذ ولادة أمير المؤمنين. هذا قاله النبي الأكرم أكثر من 100 مرة. هذه قضية تبوك مرة من المرات. شلون قضية الإمام الصادق عليه السلام يقول عرج بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من 100 مرة؟ هذه إحدى المرات. يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ما يجري على هارون سيجري عليك وزيادة. يشير أمير النبي الأكرم إلى قضايا كثر ستمر على علي عليه السلام. يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا. زين، من القائل؟ هارون. هارون جبان؟ جاوب، هذا نبي، كيف يكون جبان والعياذ بالله؟ نبي كل الكمالات مو دعى فيه، ليش قال استضعفوني؟ ما يقدر عليهم؟ يقدر عليهم بالقدرة الطبيعية وبالقدرة الربانية. هذا نبي الله إبراهيم الخليل لما إجى من العراق وطب للشام، وذاك الحاكم رادم الديدة على سارة لما رأى الجمال فيها رفع يديه فشلت يد الحاكم في قصة مفصلة. إما هذا الجانب هو قادر، والجانب الثاني هو قادر. ليش قال استضعفوني وكادوا يقتلوني؟ ليش؟ ما جرى على هارون جرى على علي عليه السلام، وهنا يكبر عليه. فموسى وهارون وقال وأسوتي الحبيب المصطفى الأكرم صلى الله عليه، من هو؟ رسول الله. لما ذهب إلى الغار، ليش ذهب إلى الغار؟ يلا، هذا رسول الله، ليش ذهب إلى الغار؟ اجوا دول القبائل راضي يقتلوه، غير يا طير من يقدر يقتله؟ إذا ديك أم جميل يقولوا لها هاي أم لهب، زين، رادت تقتله. يم واحد صحابي كان جالس يمه قال لي هذه أم لهب، أم جبير يسموها من اسماء الأضباط، قال لي جاية تريد تقتلك، قال لي لن تراني، رسول الله يقول له هذا. قال لي كيف لن تراك؟ هاي أقبلت. قال أقول لك لن تراني. قال لي شلون؟ قال لي هسه تشوف. وقفت هنا، رسول الله واقف وهذا صاحب واقف منها، هي تسأله أين صاحبك محمد؟ هو ينظر إلى النبي تارة وينظر إليها تارة، مذهوش. هو يمه راحت، قال لها شافت، قال لها وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب هم مستور، لا شافته ولا شافت. النبي قادر أيضا، ماكو داعي ينوم علي على فراشه، قادر يحصد رؤوسهم بخطف الطير ويطلع ويروح أي مكان يريده. ليش خرج من الدار وذهب إلى الغار؟ ليش وخلى علي مكانه؟ ليش؟ فبهت الذي كفر، هذا الأحجد بن قيس قال قد عذرناك يا أمير المؤمنين